سيرم الخيار للقضاء على الهالات السوداء، وكمان انتفاخات حول العين وفوق العين وتحت العين وكل حته في العين. عايز اقول لكم السيرم ده وهم جدا جدا جدا، وكمان مكوناته اقتصاديه جدا جدا جدا. ما تيجوا بينا نشوف الطريقه. يا مساء الورد، هعمل معاكم حسب طلبكم سيرم للقضاء على الهالات السوداء وانتفاخات حول العين، وعايز اقول لكم ان السيرم ده فعال جدا جدا جدا، وهتلاقوا فرق من اول استخدام. يلا بينا نشوف الطريقة. طيب دلوقتي زي ما قلنا صديق البشرة هو الخيار، طبعا هو مليان انتي اوكسيدنت، وكمان هو فيه فوليك اسيد وكمان فيتامين سي. طبعا دول بيعملوا ايه؟ بيخلوا ترطيب تحت العين، زائد ان هما بيخلوا العين تكون مرتاحة مش مجهدة، وده طبعا بيقلل انتفاخ تحت العين، زائد ان هو كمان بيشيل اي هالات سوداء، فده كنز وصديق البشرة. طيب ده هنعمل فيه ايه؟ هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنلبس الجلوفز بتاعنا، وبعد كده طبعا اي حاجة نعملها للبشرة او للشعر لازم نبقى معقمين كل حاجة هنستخدمها، حتى ايدينا لازم نكون لابسين جلوفز او اي حاجة زي كده. دي مبشرة عادية، اوكي؟ هنجيب الناحية الضيقة وهنبتدي نبشر الخيار زي ما انتوا شايفين كده. زي ما شفتوا كده خلاص بشرنا الخيار. اهو. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب مصفى، كوباية او طبق، ونحط الخيار زي ما انتوا شايفين كده عشان ناخد العصير بتاعه كده. زي ما انتوا شايفين عصير الخيار اهو، تمام؟ طيب ده كده اول مكون معانا. تاني مكون هيكون زي ما انتوا شايفين جرين تي، الشاي الاخضر اللي هو بيكون الفتلة العادي. طبعا الشاي الاخضر مليان مضاد اكسدة، واي حاجة فيها مضاد او بتكون مضادة للاكسدة ده ممتازة للهالات السوداء وانتفاخات حول العين. الشاي الاخضر ممتاز جدا 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 تفتيح الهالات السوداء وانتفاخات حول العين. طيب مش هنقول بقى بقية الفوائد لان اساس فيديو النهاردة عن الهالات السوداء وانتفاخ حول العين. بصوا كده، طبعا انا خدت فتلة من الشاي الاخضر على ربع كوباية مية عشان انا عايزه مركز زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا غطيتها لما صبيت المية السخنة وسبته يبرد مع نفسه، ولما برد شلت الغطا وحضرنا كده ايه؟ عصير الخيار الفريش والشاي الاخضر. اوكي؟ طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هتضيفه في اي عبوة عندكم شوية من عصير الخيار وشوية من الشاي الاخضر اهو، شايفين؟ هنعمل حاجتين في فيديو النهارده. ده كده اول حاجه، طبعا دول لسه هنحتاجهم عشان هنعمل السيرم، بس خليهم على جنب دلوقتي. طبعا كلكم عارفين ده اهو مكتوب ايه، اقراص قطنيه لازاله الميك اب اللي هو الاي باتش، او احنا هنعملهم اي باتش، دي القطن بتاع ازالة الميك اب، بس انا هعمله اي باتش بان انا بالمقص كده هقصهم لقطع متساوية نصين اهو، شايفين كده. طيب دلوقتي ده كده
هنغطيه ونحتفظ بيه، اوكي؟ مثلا في التلاجة لما تحبه مثلا، او الصبح مش لما تحبه، ده الناس اللي عندها هالات سودة او انتفاخات حول العين. اول ما تصحوا الصبح خالص تعملوا ايه؟ تجيبوا كده حلو، تعملوا ايه كده؟ التانية وتعملوا برده كده. دي كده قاعدة أساسية أول ما تصحوا من النوم. تحت العين كده لو في أي انتفاخات أو هالات سودة بتمتصها فورا. طيب ده كده عرفنا أول حاجة هنعمل إيه؟ خلي دول بقى شوية كده. طيب هكمل معاكم بقية الوصفة وأنا عامل كده. المهم قبل ما نبتدي في السيرم عايز أقول لكم ده بنسيبه تحت عينينا كده تلت ساعة كل يوم أول ما نصحى من النوم، وإحنا بنشرب كده فنجان القهوة اللذيذ وقبل ما ننام على طول نعمل الحركة دي، وبعد كده هندهن السيرم اللي هنعمله سوا. طيب دلوقتي دي كده علبة جل صبار بتفضى معايا، فيها حوالي يعني معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين جل صبار طبي، ومحدش يقول لي الطبيعي عشان هيفسد، هو بيتأكسد بعد 8 ساعات وبالتالي مش هتستفيدوا من الوصفة والسيرم كله هيفسد معاكم. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ خلينا نقول معلقة كبيرة من جل الصبار، بس عشان تكون كبيرة شوية دي علبة تانية، فهناخد بقية المعلقة الكبيرة، اوكي؟ طيب اهو معلقة كبيرة من جل الصبار، هنضيف بقى عليها ايه؟ عصير الخيار، هنضيف برضو معلقة كبيرة اهو، وهنضيف معلقة كبيرة من الشاي الأخضر اهو، وهنبتدي نقلب ونشوف قوام السيرم. لو عجبنا خلاص، مع يعني لو لقيناه تقيل قوي نخفف شوية كمان بطبعا اللي هو عصير الخيار او الشاي الأخضر او يعني من ده على ده، وهنقلب. طبعا زي ما انتوا شايفين في الاول المكونات بتفصل، بعد كده بتلم تاني. وهنضيف حاجة كمان برضو، بصوا كده ده قوام السيرم اللي انا عايزه. السيرم دايما بيكون لا تقيل ولا خفيف. طيب هنعمل ايه بقى؟ اخر خطوة فيتامين اي اويل، طبعا ده انتي اوكسيدنت مضاد للاكسدة، فده معناه ايه؟ قلنا بيشيل الهالات السوداء وكمان بيشد خطوط حول العين، وكمان حلو جدا لانتفاخ العين. هنضيف منه نص معلقة صغيرة، اوكي، او كبسولة واحدة 1000 او كبسولتين 400، حوالي نص معلقة انا بعرف اعاير بايدي، وهنقلب تاني كويس. عايز اقول لكم طبعا دي حاجة اقتصادية، الخيار متواجد في كل بيت، الشاي الاخضر بس كده. عايز اقول لكم ان الموضوع بيبقى كده، العين تحسوا ان فيها راحة، مرتاحة جدا، مترطبة، الهالات السوداء هتروح. طيب ونقلب بس فيتامين اي اللي احنا ضفناه،
واوري لكم برضو قوامه. بصوا، لا تقيل ولا خفيف، قوام مناسب جدا از سيرم. طيب، عارفين بقى الرول اون حاجه كده شيك وفي نفس الوقت هاندي وعمليه جدا. هنعمل ايه بقى؟ فين القمع الصغير بتاعنا؟ القمع الصغير بتاعنا هنحطه كده وهنبتدي نضيف السيرم بتاعنا. نفضي. القمع طلع صغير جدا، فاحنا هنعمل ايه؟ انا جبت اللي هو دي ونسحب بيها السيرم بتاعنا. خلاص كده زي ما انتم شايفين طبعا وبنغطي. تعالوا بقى نستخدمه. تحطه تحت العين عادي جدا وما تقلقوش، وممكن تحطه فوق العين كمان بالراحة كده او بالطبطبة. اوكي، التانية وتدلكوا كده بالراحة أو بالطبطبة من بره لجوه. زي ما انتوا شايفين. اوكي، ده انتفاخ تحت العين هيختفي، انتفاخ فوق العين هيختفي، هالات سودة هتختفي. بس خلينا منطقيين ان الهالات السودة لو وراثية يعني ده خلاص بتكون وراثة، لكن لو هي سهر، قلة نوم، ارهاق، تعب، كلام ده كله او نقص فيتامينز معينة هتروح. ماشي. طيب، الرول اون دي كنز بجد، اللي مش هيعملها خسران كتير ومش هتكلفكوا حاجة خالص، خيارة وكمان كيس شاي اخضر بس، وفيتامين اي اويل. دي الكبسولات بتتباع الشريط في الصيدلية كله حوالي 36 جنيه، وطبعا انتوا تاخدوا كبسولة واحدة يعني هتكفيكوا كتير قوي. وده طبعا الاي باتش زي ما قلنا بنعمله الصبح قبل ما بنعمل اي حاجة، واحنا بناخد كده الكافي بتاعتنا بنحط واحدة هنا وواحدة هنا بعد ما بنغمسهم كده في المحلول بتاعنا اللي هو الشاي الاخضر والخيار. بنسيبهم تلت ساعة، بنغسل وشنا، بنحط السان بلوك، بنخرج وكل حاجة. ده يستخدم بالليل قبل النوم فقط. برضو بتحطوا ده الأول تلت ساعة، يعني ده مرتين الصبح أول ما نصحى وقبل ما ننام. أوكي، وبعد ما هتفوت التلت ساعة ما نيجي ننام بقى مثلا نحطهم ويفوت تلت ساعة، خلاص نشيلها ومن غير ما نغسل تحت عينينا نقوم حاطين الرول اون سيرم بتاعنا كده وهنا كده وبس. وبعد كده تناموا، واما تصحوا اغسلوا وشكوا. ده هتحفظوه في التلاجة. اوكي، وده كمان هتحفظوه في التلاجة. مدة صلاحية ده اسبوعين، مدة صلاحية ده اسبوع واحد بس. اوكي، طبعا ده تحطوه في علبة ازاز وتغطوه كويس وتحطوه في التلاجة هو وده. صدقوني هيعجبكم جدا 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 جدا، انا واثق انا بقول لكم ايه. ودي طبعا حاجة اقتصادية جدا عشان خاطر عيونكم. لو عجبكم بقى كل حاجة اتقدمت، عايز اقول لكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك وتعملوا لي عليها فولو باسم كريمز ستوديو، وكمان فولو على صفحتي على الانستجرام برضو باسم كريمز ستوديو، وكمان سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب برضو باسم كريمز ستوديو. وشوفوا حابين وصفات ايه تاني وانا انزلها لكم في فيديوز
اشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة فكرة جديدة. سلام.